matchs amicaux, mort la Coupe d'Afrique, mort la déception des Pats, les Pats Maghreb. Donc voilà, sur un nouveau cycle, Inch'Allah, quand je donne les qualifications de la CAS Al-Alam, Inch'Allah, de la Charsta. Khtama, juge Machet, qui est très intéressant. Wahid Farka, les directs quart finale de la Coupe d'Afrique. Wahid Farka, Khalhna, les directs huitième de finale. Donc c'est un bon test, Nsalina. Mais nous jouons les compétitions à venir. Voilà, merci, coach. Wahid Ozonishan, les questions, s'il vous plaît. Coach, vous êtes très discret sur le travail que vous effectuez sur les binationaux. Est-ce que vous pouvez nous donner plus de détails sur la venue de Brahim Diaz et pourquoi a-t-il mis autant de temps à rejoindre les Lions de l'Atlas? Est-ce qu'il y avait une hésitation entre l'Espagne et le Maroc? Merci. C'est vrai, on n'a pas beaucoup communiqué, mais le cas de Brahim, كان واحد الخدمة اللي دارني مي هزيت لو بوست لا سيليكسيون مع لو بريزيدون ديال الجامعة درنا ان ترافاي بوتيت واحد ان اون دمي دابا ان اون دمي ما كانش ان دوسي فاسيل باسكو بحال اللي كنقول سيتي با اون كيستيون باش ابراهيم ما يبغيش يختار المغرب سيتي بلوس اون كيستيون دو تايمينغ مشيت لعندو كان مازال في ميلان من بعد كان عنده ان ترانسفير امبورتون في ريال مدريد وكانت une coupe d'Afrique شهر واحد اللي ما كانتش سهله اللي عندك ان اكس دو بروغريسيون بحال ابراهيم وباش ما نكذبوش ملي كتختار اون ايكيب افريكان ان ترانسفير سا بو جوي مي ملي بجا ريال مدريد كلشي كان كنا داكور كان عندنا لا بارول ديالو وهاد الوالد ما كذبش كلشي ملي هضرنا من الاول ملي مشيت عنده ملي مشينا لعندو ميلان مدريد ملي هضرنا ملي حطينا الكلمه ديالو حتى في الكلمه ديالو وبني مزيان باسكو فوالا كان واحد الوقت يمكن بزاف الناس كانوا كيقولوا علاش باغين ابراهيم وحنا اما الرئيس معنا كنا عارفين اللي سان غون جوور وكيوريها في كل ويكاند تكون عندك واحد اللاعب اللي في ريال مدريد في المنتخب المغرب خصنا ديما نفرحوا با مغربي اختار المغرب في واحد التوقيت اللي ما كانش ساهل ديالو خصنا نقولوا له برافو وانا بالنسبه لي غير رباح القلب ديال المغاربه باسكو اللي كانوا كيقولوا غير اختار المغرب باسكو ما عندوش فين يلعب مع اسبانيا ما جا في التوقيت اللي اسبانيا كان عيطولو واختار المغرب اون بلوس مور اون كومبيتيسيون اللي ما كناش في المستوى ديالنا ما جاش مور كوب دي موند اللي كان لها ديناميك جا بالعكس جا في ان مومون اللي صعب لينا مور اون كومبيتيسيون اللي ما درناش اللي خصنا دونك برافو عليه مي ما خصناش نساو كان الياس اخوماش حتى هو واحد لعاب بحال الياس بن سيكير خصكم تعرفوا حتى الياس بن سيكير سي ان جوار دو كي تري بروميتور فرنسا دار لي زيكيب دو فرانس حتى هما عيطوا له هضروا بزاف باش ما يختارش المغرب وختار المغرب على 19 عام اللي ماشي سهله اي سي ان جوار كي فوز الي فوار على الافنيغ حتى هو غير حتى الكلمه ديالو شحال الوقت غيكون خصو باش يكون في المستوى ديالو مي اون فوا لاكومباني باسكو سا غيت ان غران جوار حتى هو دونك اللي كتعجبني هي لا ديناميك اللي كاينه في هاد ليكيب مازال واخا ليشيك مازال اوني بحال اللي كنقول بانكيبل لي جون باغيين يلعبوا مع المنتخب وباغيين يجيو يلعبوا مع المغرب وعلى هادشي خصنا غير نصبروا معاهم باسكو يمكن ما يقدروش يكونوا في مستوى دابا خصهم يولفوا مع الفرقه مي سي دي جوار دو تالون اللي غيعاونونا ان شاء الله بور لو فيتور كوتش السلام عليكم محمد الداري كوتش رمضان كريم وعشت مبروك مره اخرى بغينا نسولكم الكوتش على اللاعبين اللي جاو جداد واش تقيموا مع اللاعبين ديال المنتخب الوطني المغربي كيفاش دازت الاجواء ديالهم كيفاش عاونتيهم باش انهم يدخلوا في الاجواء ديال المنتخب الوطني المغربي وحاجه واحده اخرى كوتش بغينا نعرفوا واش كذلك مرات مزيان ما كاينش اصابات ما كاين حتى شي حاجه كاع العاده غادي يكونوا حاضرين حاجه واحده اخرى توحش المنتخب واش المنتخب توحش يعني شي دير وحشتكم ان بليس سي بيان باش ماشي نجاوب باسكو ملي ما درناش الندوه الصحفيه في لاليست الناس كي يمكن شافوا بحال اللي ما بغيناش نهضروا بالعكس هنا اليوم عندنا باش نهضروا غنهضروا مور الماتش اللي قبل الماتش اللي جاي دونك قلنا ما نقدروش نديروا 3 كونفيرونس دو بريس ماشي سي با لوجيك حق واخا الا وحشتكم كنت باغي نديرها حق مراد قال لي عندنا جوج مرات
لي مهم هي لا كومونيكاسيون تبقى لي كريتيك بيان سور بحال لي قلت مراد لاكوب دافريك هي سون نورمال اون لي اكسبت وانا الاول بحال لي قلتكم مش توجور بريمي ريسبونسابيلتي مانون لي مهم هي بحال لي كنت قلت واحد مره كان اشرف قدامي اللي فات مات فوالا دازت دازت ما كنا في المستوى ديالها بحال عندنا لو فيتور عندنا اون ايكيب بروميتور عندنا اون اورغانيزاسيون ديال لاكوب دافريك في الدار خصنا نكونوا مجموعين بلي كريتيك بوزيتيف ماشي لي كريتيك لي ما كيسوا والو باسكو هاد الفرقه وهاد الدراري ماشي في عام فرحوا المغاربه كاملين ماشي في ان ايشيك خصنا نقتلوهم تما خصنا نعاونوهم وخصهم هادشي الدراري كيحسوا بالحب ديال الجمهور وباغيين يحسوا بيه ابخي بيان سور ملي كاين ان موفي ماتش خصنا نقبلوها وخصنا نقدموا باش نرجعوا في المستوى هادشي اللي غنديروا ان شاء الله بوغ لادابتاسيون في الجروب الحمد لله لي جون جوار بون كاينين اللي كانوا في اولمبي دونك كانوا غولفوهم واحد الولد بحال ابراهيم ودياس عندهم دي كوبان في ليكيب ابراهيم مع اشراف مع الدراري اللي كيلعبوا في اسبانيا كيلعبوا بيناتهم دوتكم دونك سي با بروبليم لادابتاسيون الحمد لله عندنا جروب كي في بيان دوبوي اسي لونتون و ديما ملي كيجي واحد كيتعاونوا باش يولف ويعرف شنو هي تلعب بالكابيس ديال المغرب لي بلاصه عندنا امين عدلي اللي هاد السيمانه حاس بمتيت دولور دونك غنشوفو غدا واش غنهزو لو ريسك ولا غنخليو حتى نهار ثلاثة نعطي الكلمه للاخوان اللي جاو من اسبانيا جورناليست هما حاضرين معنا بكثره هنا في هاد المقابله بجوج وفي هاد الندوه الصحفيه Buenas noches, mister. ¿Puede ser en español? ¿Puede contestar? Sí, vamos. Nombre. Juan Castro del diario Marca, vengo de Madrid, para seguir a Brian, evidentemente. Mister, en español, dos cositas. ¿Cuáles son las primeras sensaciones con Brahim? Y si Marruecos va a intentar que esté en Juegos Olímpicos y en Copa de África en 2025, que quizás coincide con el Mundial de Clubes de Real Madrid. Esas dos cosas, gracias. Voilà, la cuestión de la dernière que vos la Brahim, que vos tenéis les impressions ou, n'est-ce pas, les Jeux Olympiques et bien sûr la Coupe d'Afrique, le planning et le programme. Bueno, que, claro, estamos muy felices de la llegada de Brahim, como he dicho. Siempre un jugador de Madrid por cada selección nacional. Es un placer tenerlo y nosotros en Marruecos estamos muy felices de tener un jugador como Brahim. Y aseguramos que va a hacer grandes cosas en nuestra selección. Voilà, donc, coach, juste voilà. Voilà, bien fait ça. Donc, coach, vous dites que l'âge de la sélection, c'est que l'âge de Brahim la sélection, c'est un peu plus. Donc, c'est une bonne rajout. Después, claro que el calendario para que el año que viene con Copa del Mundo del Club, Juegos Olímpicos en este verano y después Copa de África, está complicado por cada jugador. Y después para los Juegos Olímpicos, claro que hay muchas cosas para saber si va a venir Brahim como otros jugadores de más de sub-23. Va a depender también del entrenador de sub-23, del puesto que necesitas. Pour la Copa de pour les Jeux Olympiques. Voilà, donc un planning عامر بزاف بالنسبه للسنه هذه كاين لا كوب دافريك لي جوز اولمبيك كوب دي مونتي كلوب دونك كاين بزاف ديال ان بروغرام تري تري شارجي دونك على ود لي U23 بالنسبه للمدرب دابور ديال المنتخب واش محتاج دي بوست بيان ديتيرميني باش يكمل لا سيليكسيون ديالو الفريق ديالو ديسبوس كلارو كي سي لانتادور دي سوب 23 سي كيري ابراهيم y a otro como Ashraf como no sé quién va a elegir vamos a apoyarlo para que hacemos un buen torneo olímpico y después la última es que también depende del club porque no es una ficha FIFA y va a depender también del Real Madrid pero si el entrenador le quiere el Real Madrid le deja claro que estaremos felices de verle en Juegos Olímpicos donc إذا كان المدرب محتاجه بيان سور فالأول غيرخص اللاعب باش يمشي يعزز الصفوف ديال الفريق ديال U23 وكذلك خاص الكلوب ديالو تو يبغي إذا كانوا هاد دو كونديسيون مجموعين بيان سور غنكونوا فرحانين باش يكون يلعب في الجو كلها السلام عليكم سي وليد الانسان العسكري قناه ريمال تي في وصحفي مجموعه المغرب المنتخب
سي وليد عندي جوج اسئله خفاف. اولا كنلاحظوا بان كلشي كيتسائل عليه امين حارث نجم يعني كيلعب مزيان ما ربما كلشي كيلاحظوا، ولكن جاء في المكان ديالو لاعب اخر اللي كان احتياط لك. عرفنا لا نقلل اي واحد، المهم غير السؤال امين حارث علاش ما شفناش. السؤال الثاني كاين مجموعه ديال العناصر جداد ربما فيهم شبان فيهم لاعبين اللي هما كما ذكرنا ابراهيم دياز وغير ذلك، واش السي وليد غادي يحافظ على نفس الخطه ديالو التكتيكيه باش غادي يلعب دائما 4-1-4-1 او ربما شيء معروف، ام وليد غادي يضطر انه يغير الخطه ديالو حسب اللي جمهور اللي عنده جداد؟ ثانك يو. اول حاجه على امين، اول واحد اللي كيتيق في امين هو انا، كنت غادي الكوب دي موند بليسا رجع جبتو معايا لعبتو، ودابا عندنا دار فيفا اللي عندنا دو ماتش اميكو اللي تانا خصني نجرب باسكو عندنا لينا اللي غتكون طولا باش نشوفو لا ميور ايكيب اللي غتلعب في لاكوب دافريك، وجات توتيك باش نشوفو لاعبين اخرين حارث كنعرفو كان بزاف لاعبين اللي ما كاينينش حتى هما في لا ليست، بالني هاد لو ستاج كان مهم باش بعدا نرونوفيو الجروب نحطو شي دم جديد ونشوفو شي لاعبين اخرين. دونك فوالا البوز ديالو عندنا كاين لا كونكورونس، واخا امين كان حتى هو يستاهل بحال بزاف اللاعبين يكونوا بحال كبار راسي لو شوا لونترينور اليوم بغيت نشوف شي واحدين اخرين، وامين ان شاء الله ولا بقى في المستوى ديالو كنحتاج ان شاء الله يرجع، ماشي شي ديسيزيون اللي غتكون ديسيدي ولا سي بونكتويل، وكاينين شي اللي في البوست ديالو اللي باغي نشوفهم هنا في هاد لي دو ماتش ان شاء الله. ولا تكتيك مزيان يعني مزيان اللي كتهضر على تكتيك باسكو بان لي بزاف ديال الجمهور تقلقوا في ديك 4-1-4-1 اللي كان مزيان حتى حنا كان كيهضر فيها، مي خسرنا بيان سور خصنا نبدلوا لا تكتيك بحال اللي خصكم تعرفوا في ليكيب ناسيونال ديما كنهضر على ستابيليتي. نهار اللي بغيت نبدل 4-1-4-1 في دومي فينال كوب دي موند كان يقتلوني علاش باغي نبدل، ودابا نرجع في السيستيم ديالي وغادي من بعد انكور خصني نبدل، دونك في الرباع في الخساره خصني نبدل، عاد بان لي ديما في الخساره خصني نبدل. لو 3-5-2 ما كانش مزيان اللي خسرنا رجعنا ل 4-1-4-1 بيان سور بالنسبه لي اللي ما كيعرفوش الناس اللي كاين اللي ما كيتبعونيش في اي كلوب لي دوز عمري ما لعبت ديما في 4-1-4-1، لعبت في الفوس ا 3-4-3 3-5-2 4-1-4-1 بيان سور في الوداد كنت كنلعب مره مره 4-2-3 ما حسوني 10 ماشي ديك لونترينور كي تي تي بيان سور كان ادابت على اللاعبين اللي عندنا على الفرقه كيفاش كنحس باغي تلعب اون ايتي سور ان ستيل دو جو اللي كنت كنكوش دو على لا كوب دي موند على اون كوب دافريك افيك ان كليما اللي ما غاديش يكون ساهل، دونك اون ايتي سور ان بلوك ميديان افيك ان بون بلوك ديفونسيف. اليوم بيان سور كاين كوب دافريك اللي غاتجي في الدار، il faudra qu'on soit proactif, il faudra qu'on ait le ballon, il faudra qu'on soit meilleur dans le pressing et il faut mettre les joueurs à leur meilleur poste. Donc voilà, on a des joueurs qui sont arrivés, tu m'as chauffé tout, on a des hommes les meilleurs postes des hommes, mais je au moins le maximum. Donc peut-être qu'il y aura des changements, mais le système souvent au moins les habits les qui diront. Mais en sélection, je sais pas, il y a un peu des statistiques. شحال ماتش انا ملي جيت شحال عندنا يمكن 17-18 على 19 ماكسيموم 17-18 ما هي حتى النص ديال البطوله بوغ ان اونترينور 17 ماتش سيري اون ايكيب ناسيونال، دونك واحد السيستيم مي عندك دي جوار با لونتون خصك تحط لهم دي زابيتود باسكو كيجيو اي واحد ان سيستيم ان كلوب خصك تحط لهم دي زابيتود. عندكم صحابكم ديال بلاي ستيشن في السيليكسيون تجي في الثلاثيام غتلعبهم 4-4 دو لوزانج وتخدم هيدو ما عمرهم ما لعبوها في الكلوب ديالهم يجي في المنتخب، وحنا غادي دي ماجيسيان ما كاينينش. ولا شفتوا دي زيكيب ناسيونال بحال الاسبان صافي 20 كيلعبوا 4-1-4-1 كيخسروا كيربحوا حتى هما كيهضروا على السيستيم. فرنسا تما مع دي شون عارف فين كيلعب امبابي فين كيلعبوا نو غا سادابتو جوا اون ا دي جوار كي اريف sûrement qu'on va changer, mais si ça se passe pas dans le système, on tentera d'autres. L'essentiel c'est de jouer l'équilibre bien là, ou de rééquilibrer le système bien là. Sûr. Coach, salam alaikum. Comme salam.
زمان ناس ما بنت كات تي في كوتش كنا كنعانيو ومازال كنعانيو من الفعاليه من ليفيكاسيتي ولكن كنشوفوا التعلق ديال رحيم ايوب الكبير واش ممكن نقولوا بان نهايه ديال المسلسل ممكن نقدروا نكونوا اكثر فاعلين خصوصا اليوم كتوفر على فرق المواهب كثيره اللي ممكن تغير المنتخب صحيح عندنا ضغط لان 25 كتكون افريقيا هنا الشعب المغربي كيطالب باش كتبقى كتبقى في المغرب وهذا مطلب ديال الجامعات ممكن ان شاء الله نكونوا يعني مع التعلق ديال رحيم والكبير وضعنا حد الامور ديال ديكاسيتي اللي عانينا في لاكور دافريك شكرا لكم مزيان بعدا ملي قبلتي ملي كان عندنا مانك ديفيكاسيتي بعدا مزيان باش ملي سالينا لاكوب دافريك بحال اللي ما جبناش لي زوكازيون وما كناش في المستوى ديالنا دونك ديجا ملي كتهضروا على ليفيكاسيتي سافيدير كان عندنا لي زوكازيون وما ماركيناش بون ايوب كان معنا بعدا دونك ايوب ماشي بحال اللي ما كانش سفيان رجع حتى هو باش ما نكذبوش اللي كان فرح سمع الميساج ديالي ديما كنقولها ملي كنقول ما عندي حتى شي حاجه مع اللاعبين اللي كيستاهل خصو يجي سفيان خدم دابا عام ونص ماشي هي بزاف مرة كيسحب لهم بزاف حتى عام ونص ما هي والو دونك خدم عام ونص باش يرجع وكيستاهل وفعلا كيستاهل على جبال في لا ميور دي كومبيتيسيون هي لا تشامبيونز ليغ وملي كتماركي في تشامبيونز ليغ بحال اللي دار وملي خدم وملي عمرو ما هدر هنا كتشوف لاعب كبير عمرو ما سمعتوش كيهضر ديما خدم هو الميساج اللي بغيت نسالك في هذا المنتخب بلا ما نهضرو خدم وملي غتستاهل غتجي من بعد انا خصني نحط له دي مينوت باش حتى هو يبين غنشوفوا واش غنحطوها له في الماتش الاول في الماتش الثاني بالحق اول حاجه بغيت نقول له براهو اللي واحد عنده كومون شو دير لا فولونتي الرغبه يرجع باش يرجع في المستوى ديالو ويخدم على المنتخب مزيان هو ليكزومبل اللي بغيت نعطي في هذا المنتخب قبل كانوا كيجيو غير على الناس كيغوطوا ولا الناس خدامين وباغيين يجيبوا واحد الصحه هو خدم يمكن عنده 8 بوت الشامبيون سيغ ازياتيك سي بيتيت لو ميور بوتور برافو لسفيان وانا فرحان يجي وفرحان يجي يعاوننا دونك حتى هو يقدر يعاوننا باسكو عنده اون سومون بحال اللي قلتي عنده لا كاليتي دوفون بوت باش ان شاء الله يعاوننا في ليفيكاسيتي السلام عليكم حسن الجاويه موقعي باردون موقعي الجاويه اعتقد ان الجميع كيجيو المحللين الرياضيين العالميين لانهم كيتحققوا على المساله ديال اختيار قريب الميكروفون اختيار ديال ريال زياش لاعب زياش لاعب بالنسبه لريال مدريد هو اضافه كبيره للمنتخب الوطني وهذا الشيء غادي يكون زياش براين براين الحاجه اللي يقول بعض المحللين الرياضيين كيقول لك كيتكلم لك لانه التوظيف ديال دياز في المجموعه الحاليه ابراهيم دياز ديال ابراهيم عبد القادر دياز دياز انه التوظيف ديالو هنا غادي يكون غادي يشكل صعوبه بالنسبه للكوتش الركراكي لحقاش انايا البوست ديالو تقريبا سوبر وكيفاش غادي يوظف يوظف وجود زياد فوالا صافي عليك واحد سؤال واحد عرفتي كي بزاف لا الله يسهل واحد ميرسي انا جاي انا جاي حنا جايين سي بوبل سؤال واحد وا اول اي مدرب في العالم كيبغي لي ميور جوار وانا منهم دونك ملي عندك ابراهيم وعندك حكيم وعندك سفيان وعندك بن سقير وعندك عدلي وعندك خنوس هادشي اللي كنت باغي ملي شديت هاد الفرقه انا كنخدم عليها وكنخدم باش لي ميور جوغ يجيو وباش المغرب تكون عندها جوستومون لو شوا اللي ما كانش واحد في المستوى ديالو تكون عندها دي زوبسيون دونك شفتو جايه ديال ابراهيم سي ان جوغ كي بو جوي نيميرو 10 حكيم كيقدر يلعب في اليمين حتى حكيم يقدر يلعب 10 الخدمه ديالي هو نجبر دغيا لا سوليسيون باش جوستومون يتفاهموا يلعبوا هما entre eux et en général les bons joueurs qui يعجبهم يلعبوا بعضياتهم donc je pense qu'il y aura aucun souci pour ça حنا اللي خصنا نجبروا بزربا الانيماسيون اوفنسيف باش يتفاهموا بزربا وباش ان شاء الله يحطوا لنا الاضافه لو بلو فيت بوسيبل واخا بحال اللي كنقول فوا ان بو طون فدرا كلكو ماتش باش لا كونيكسيون تكون وغتبدا من غدا ان شاء الله باش نجبروا بلو فيت بوسيبل لي كونيكسيون بيناتهم الحق بالنسبه لي سي با ان سوسي يلعبوا انصومبل السلام عليكم
ربيع المغربي صاحبي السفران المغربية الجروب ديال الوحدة. سي وليد المباراة ديال الغد إن شاء الله هي الأول أول خروج للمنتخب الوطني بعد النتيجة المخيبة ديال الكوت ديفوار. المغاربة كاملين غادي تنتظروا الوجه الجديد اللي غادي يبان فيه المنتخب الوطني، ولكن قبل ذلك غادي نشوف واحد جوج تغييرات أساسية في المنتخب الوطني. أول حاجة أنه غياب العميد رومان سيس. تنقولوا العميد رومان سيس تنقولوا تشريبا الحنكة هو اللي تحتضن اللاعبين، واش الغياب ديالو كاختيار تقني مع المدرب وليد الركراكي، ام انه الى باقي ما خرجش من التقديم ديال كوت ديفوار، ولا انه السيد غادي يعتزل دوليا. هذه اول ميرسي انسكريسيون. الله يخليك. متعلق بالسؤال الاولاني، التغيير الثاني هو انه تنشوف على حسب الطاقم التقني ديال السعد العزيز حزمه مكان امزي، واش هذا التغيير يعني استراتيجي ديال وليد الركراكي ما يمكنش نعرفوا السبب للتغيير هذا، ولا انه ناتج عن اخطاء قام بها سي امزي؟ شكرا. لا ماشي غنمشيو دابا بغوما بحال اللي قلت بيان سيغ ماشي سنه مور لا كوب دافريك الكابيتان ما يجيش معنا ابخي سي با سانكسيون ماشي سانكسيون انديفيديوال على روما. انا سافرت لعندو السعوديه باش نقول له لو شوا ديالي على هذا الراسمبلمون. بغيت نشوف مورا ميشيك يفو دو سون نيف خاصنا نحطو الوقت الدراري اخرين نشوفوهم. واحد الولد بحال ابقار بحال شادي بحال داري اللي راجع. بغيت نشوف ان بو لا جونيس فابي بوست باسكو اللي تابعنا اما في لا كوب دافريك 2025 ولا ان شاء الله 2026 ومن بعد بعيد يمكن ماشي معايا بالحق مع نوتر انترينور خصنا نوجدوا لافونيغ. وفي لو فابي بوست ديال لي سنترو عندنا دي جون جوار اللي كيبداو يلعبوا في اسبانيا بحال ابقار وشادي. عندنا داري اللي مشى لبريس باش يرجع في المستوى ديالو في بلجيكا. سي دي جوار ا بوتونسييل وبني هو الوقت ديالنا بيسكو سي لي ماتش اميكو ماشي لي ماتش اوفيسيل اللي نقدر نجرب شي واحدين. دونك حسين رومان يبقى في لو كلوب ديالو في هذا الستاج نشوفوا دي جوار نعطيو لهم لا شانس ديالهم. ومن بعد على بيان سور على لي ريزولتا على المستوى تاع على رومان يقدر يرجع في اي مومون. بيان سور سي واحد اللي ما خصناش نساو شنو حتى المنتخب سي نو كابيتان واحد الولد اللي حتى المغرب اللي كلا الحصى مورا لا كوب دافريك مي بور موا سي با ميريتي. وديما كنقولها ديك لا غراتيتود اللي بغيت نحيد في هاد الكره المغرب. بيان سور il va falloir beaucoup de temps خصنا الوقت مي سي نوت كولتور الصراحه سي لا كولتور ميديترانيه. دغيا كنساو ملي الناس اللي ماركا في كارتينا بحال ملي كيسقل الكره ديك الفرحه اللي كان عندنا في القهوه ملي ماركا ملي كيضيع مع كونغو كنبغيو نذبحو كنساو الخير. مي سا سي هما كنساو ملي الكابيتان رومان سيس هذا يمكن جوج ماتشات بليسي في كوب دي موند حق ملي ما كانش المستوى ديالو كنقولو صافي خصو يمشي بحال سا سي ça c'est culturel بحال المدرب بيان سور انت انا كنقول في هادشي كنسول دابا مي اون va y arriver انشاءالله باسكو المغرب باغي يزيد قدام اون va organiser la coupe du monde. دونك لي مونتاليتي غيتبدلو ما نكونوش ان بوبليك دو لانستون ما نكونوش ان بوبليك اللي كيحكم الدقيقه. بالحق انا كنامن ان هاد اللاعبين كاملين اللي ما كاينينش بحال اللي قلت على حاري بحال لا سي سي با سانكسيون سي سيليكسيون كاين دي شوا سور دي ماتش اميكو اللي في مستوى ولا روما كنامن ان يقدر يعاوننا ويرجع غيرجع. Mais si après c'est les jeunes aussi qui sont bien nous mais ils peuvent résoudre le ça ou ils peuvent résoudre le ça ou Romain peut réagir avec son expérience. C'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup que je respecte beaucoup. Il est marseillais mais ça aussi voilà Moustapha Diallo. Mais sur ce stage il fallait faire des choix. C'est un choix pour les Ébines ni Sofiane Rager sont un des et le groupe. Après bien sûr ديما بيان سور باسكو كنعرف الجمهور يقدر يقول لي بحال كاين اللي ما لاعبينش في الكلوب ديالهم وجايين. ابخي سوان لي زونترينور مالوروزمون كيتيقوا في شي واحدين اكثر من شي واحدين كيبغيو يحطوا لهم دو طون جو باش تعاونهم جوسكا ان سيغتان بوان باسكو انت هادي ماتنون غا باغتيغ دون ان نيفو سيكل غاتسالي مع الوقت باسكو يفودغا بخوندغ اوسي لي جوار كيجيو دون لوغ كلوب لي خصهم يكونوا في مستوى باسكو اللي تابعنا هي لا كوب دافريك في الدار واسيمورا ما خصهاش نغلطوا اللي ما غاديش يلعب في الكلوب ديالو اللي ما غاديش يختار des bons clubs à ce moment-là.
et ben on prendra les meilleurs du moment et ça ce sera ma décision en tant que coach. Mais le timing qui a été la Coupe du Monde ou la Coupe d'Afrique, il y a un arrêt. Donc il y a un arrêt de match. Mais il y a eu l'offre de sélection, il y a des choix. Donc par rapport à Romain, ce n'est pas une sanction, c'est une décision temporaire. Et après, le voir qu'il y a une décision, Romain a réagi, il y a une décision, il y a une décision, il y a une décision. Concernant le staff, quand il y a un échec, il faut se remettre en question. Il y a des décisions qui ont été prises. Dès que je suis le staff, mais je suis à la compétence. Quand je suis allé à l'esprit d'y aller, ta coach, je suis allé à l'esprit d'y aller. بدنا عند بريباراتور فيزيك تاعو جينا واحد الولد من فرنسا سمي صلاح باش يعاوننا هاد لي ديجو نشوفو تاعو كيخدم باش حتى الجروب نبدلو شويه دم جديد تاع في الصف ماشي في لي جوور اي سي كوم سا كو سا مارشي سي ان سيليكسيون وان كلوب سوفون يفو رينوفلي باش تزيد القدام وهادي هي الفكره ديالي واش غتكون مزيانه غنشوفو مع الوقت بالحق انا كنامن لي فالتوكيت كنخصني نبدل شي حوايج في الصف وفي الخدمه ديالنا. السلام عليكم كوتش. سجلنا ريغو من 24 سي وليد مرحبا بك عندنا في اكادير. كنتمنى لكم التوفيق في الماتشات الجايه ان شاء الله. اولا كنشكر على الجميع على المجهودات الجباره اللي دارتها. جبت لنا واحد من افضل اللاعبين في الاونه الاخيره اللي هو ابراهيم دياز. كنعرفوا كيلعب بزاف ديال المراكز، مره جناح يسار، مره جناح ايمن، مره صانع العاب. سي وليد ديجا غتكون عندك واحد الفكره مسبقه انه ابراهيم دياز اشمل بوست اللي غنفعك فيه اكثر في التركيبه البشريه ديالك. وشكرا. غدا غتشوفوا بعدا قلت لكم دابا لا ما كاينش اكثر من انشيلوتي اللي هضر ديال ابراهيم اذا لعب في اي بوزيسيون ماشي مشكل ديالو. دونك فوالا على المدرب كتجي مزيان عليه باش كتحط ليه بزاف ديال اوبسيون اما في ديال الماتش ولا في اون كور دو ماتش نقدروا نبدلوا لي مهم واللي ما غاديش تكون سهله حتى هو الماتش الاول ديالو مع المغرب مع اللاعبين الجدادين خصو يولف يفودغا يتباسيون معاه ما تسناوش منو يمكن في الماتش الاول ولا يديرها غنفرحوا بحال خصنا نحطوا له الوقت هو باش يكبر مع الفرقه يولف ويهز ان بو لي روبير ديالو مع الدراري بالحق بحال اللي قلتي اون كونتون اون كونتون دافوار ان جوار دو سي نيفولا بحال اللي قلتكم بحال بن سيليه بحال اخو ماش عندنا عدلي ديجا دابا يمكن 6 شهور 8 شهور شفتو كنتشاور بريباري لو بريزون الى فينيغ افيك اون ايكيب اللي ان شاء الله تكون ان كرون بوتونسيال باش نكونو ديما نكونو في المستوى سور لو بلان كونتينونتال بيان سور مي اوسي كنشوفو في لو بلان مونديال ان شاء الله. اخوان تخوا كيستيون حيت كاين الحصه ديال التدريب دونك خص الكوتش يمشي. تخوا ديال كيستيون. السلام عليكم سي وليد الكراكا رمضان كريم حمزه الشيوي من جريده الاكسبريس. سي وليد من المشاكل اللي كانت كبيره في المنتخب المغربي خاصه في كوب دافريك بوط ديال لاريال كوش عندنا جوج لعابه كيلعبوا في انديه كبيره مزراوي حكيمي. واش وليد ما كيقدرش يجلس واحد في اللعابه ويدير اريال كوش اللي هو فري اريال كوش مثلا يكون عطيه طلاكي اللي خديم كان ازن وجاي. واش هذا المشكل غيبقى دائما داك الترقاع يعني ترقاع اريال كوش واريال كوش ولا اقتنعتي؟ وملي تبغي دير سيليكسيون واش كتشوف في هذا النقاش اللي كاين كتقول هذا كيلعب في بطوله عربيه يقدر نعطي الافضليه لواحد كيلعب في اوروبا ولا كتشوف انه مثلا بحال الدوري السعودي تطور تقدر تاخذ لاعب مغربي محترف في الدوري السعودي ما كاينش مشكل الا كان مزيان. شكرا. اول حاجه في لو بوست داريير لو شفت جبنا يوسي مخدين جبنا باش نشوفو واخا باقي صغير واخا مازال ما بداش في الفوتبول بروفيسيونيل بالحق حنا كنقدمو على دابا وكنبغي حتى نوجد لو فيتور باسكو فهاد البوست بحال اللي قلتي عندنا مشكل بونكتويل باسكو لافونيغ بحال اللي قلتي عندنا ازنو ان شاء الله باقي صغير فهاد البوست عندنا يوسي باقي صغير بحال باش يجيو ماتوريتي وباش يجيو يعاونونا دابا في اون كومبيتيسيون الكره اللي غتقولها لنا واش يبون سامبوزي دون لو كلوب واش غيلعبوا باسكو ماشي علاش انت بايرن ميونيك بالاسم خصك تلعب بايرن ميونيك ماشي غير تكون وتا ريال مدريد بالحق نشوفوهم باش نعطيو لهم تاهما ليكسبيريونس يشوفوا حتى انا نشوف التيران فين وصلوا في البروغريسيون ديالهم اليوم باش ما نكذبوش بيان سور عندنا مشكل عندنا عاد تطلع من بعد شنو عندنا مزراوي اللي لعب في هذا البوست مره كنختار مزراوي مره عاد تطلع يا بيغ بحال اللي كنقول ملي حنا في المغرب غنقولوا واحد اللي كيلعب بايرن ميونيك كيلعبنا في اريال كوش بلوكينا انا لعب في المنتخب كنعرف لي زاريال كوش اللي دازو هما غير خصنا نفرحوا ملي مزراوي كيدير لي عليه في هذا البوست بيان سور كنا بغينا مزراوي يكون مصري
مش تكون بارفي تكون عندنا واحد باريس سان جيرمان راه بحال هو اللي ملي راني عندك جوج دني ما غتجلس حكيمي ما غتجلس مزراوي إيه هذه تقدر ترى ما نقولش ما تقدرش ترى بالحق انا ماضي كتشفتش لي كي داير عبد الله عبد الله بريزون في الكوب دافريك جينا كنلعب 70 ماتش كان بليسي دونك ا مومونني يا دي شو كي سمو وانا مزراوي ديما تقت فيه باسكو بحال اللي كنقول لكم ماشي مزراوي واحد الماتش هو كلشي هو غياكل الحصى علاش ماشي ما كيلعبش في البوز ديالو كيعاون كيحط الماكسيموم على اللي عندنا من بعد تلعب انا خارير غوش ديال البطوله بوكو با بحال مومون انا ما شفت واحد اريير غوش في البطوله اللي يقدر يجي يهز البلاصه ديال مزراوي ولا ديال عطات الله بحال امين ان شاء الله واحد كبير يلعب ماتشين باش يجي بحال ا مومون دوني لا سيليكسيون بحال اللي قلت لكم كتلعب على الباسبور الخضر ولا كنت مثلا نجم انا اريير غوش ونجم سولا بحال مغربي اللي عندك واحد عطات الله ومزراوي لا خصني نختار راه مي مزراوي ماشي هو مزيان الناس كيقولوا علاش عطات الله ما لعبش وعطات الله ملي ما كيكونش مزيان كيقولوا كيفاش دخلوا عطات الله مزراوي خلى في لو مون هذه بيان سور سي الفوتبول وحنا كنامنوا ملي ان شاء الله يكونوا في مستوى كامل كو لو فيتور يكون مزيان سي سور كافيك حكيمي ومزراوي اريير دوا عندنا 10 سنين ما عندناش مشكل اريير غوش جاي الدراري ان شاء الله نكونوا نجبروا حتى حنا دو اريير غوش مستوى بحال كان مزراوي غنعاودها سان تري غون جوير ما كتلعبش بايرن ميونيك هيدا ما لعبتيش في لاجاكس هيدا خصنا نحضروا تو الاحترام و tu peux être moyen un match mais là tu peux pas retirer que la qualité de Mazraoui elle est de très haut niveau voilà mais bien sûr انا كنامن دابا ندير ان arrière gauche arrière gauche ou كنامن par exemple دابا نلعب avec un central gaucher et un central droitier parce que ça fait les relances ça بزاف حوايج on a des petits soucis dans la relance parce que عندنا بزاف دراري ما كيلعبوش le poste كاع لا Mazraoui droitier bien sûr ou كتلعب نايف غارد gaucher à droite في الاكيليبر دو لا رولونس ديفنسيف سي ان بو بروبليماتيك على تشاد لي دو ماتش اميكو ريكونو مزيان لينا باسكو بون ما غادي نقول ما خاصش لي والو بحال سي لي ماتش اميكو ما عندناش ديك لا بريسيون ديال لو ريزولتا خصنا نلعبو باسكو سينو خسرنا دونك اون بو ايسيي دي شوز اون فا ايسيي دو ميت لي جوار ا لور بوست ان شاء الله دو ديرنيير كيسيون دراري حيت فريمون اوني دون لي اكسترا تايم و غيبدا لا سيونس دونترينمون سلام كوتش بون سي فاتي ميديا ان تي في سؤال ديالي كيتعلق بلاكان نقدروا نرجعوا لاكان ديال لاكوت ديفوار كان اقصى مفاجئ ومبكر المنتخب المغربي خصوصا كيف كان قبل الملحمه المونديالية هناك في قطر الان من بعد اقصى رجعنا تكون واحد السيريو اللي غتدرس اسباب ديال الاقصاء ديال المنتخب وشنو كينقصنا باش نتوجوا بهذا اللقب اللي غاب علينا من 66 واش نقدروا نقولوا ان وليد عرف شنو اللي غينقصوا قبل ما الكاميرا يكون في بلادنا واكيد يعني جميع الظروف غتكون متوفره ليك ملاعب دعم جماهيري وغيره من اشياء اخرى يعني خلينا مع اوبجيكتيف ديالنا كيف ما كنعرفوا كاعلاميين وجماهير هو ني اللقب القار ان شاء الله ان شاء الله لا المهم يفو ديفيرونسي لي كان في البلاد ولا في لي بيي نور افريكان ولا في لي كان في افريك سبساريان الصراحه ما غاديش نعاودها باسكو ملي خرجت في انا عارف بزاف الناس قلقوا قالوا ما جاوبش شحال نجاوبكم حتى ملي جاوبت انا ما عرفتش كيفاش انا كنو صافي بغينا انا ما فهمتش انا قلت لكم المدرب كيهز لا ريسبونسابيلتي بعدا تقدروا تهضروا بزاف المدربين دازوا قبل مني عمرهم ما يتقصوا باسكو كاين اللي يتقصوا في نفس باسكو زكي حتى واحد ما مشى للفينال غير يمكن انا اللي ما عرفش ولا حتى واحد ما خرج قال انا غنهز لا ريسبونسابيلتي ولا قالها مكنسي من بعد واش بغيتوا تفهموا ما نعرفش شي حوايج ما كايناش ما كناش في المستوى ديالنا من بعد باش نقول لكم علاش درنا هادشي سا سير ا ريان باسكو ملي تخصينا اللي مهمه هي الفيوتشر من بعد هما لي شوا ديالي مور هادشي اللي كيبينوا واش فهمت ولا واش بغينا نزيدو قدام شنو بغينا نديرو باش نربحو وهادي كيعني انا بالعكس بيان سور مور لا كوت ديفوار اون ايتي توس توشي اللاعبين لا فيديراسيون الرئيس انا باسكو كنا باغيين نفرحو هاد الشيء بحال اللي شفنا في كوب ديمون كنا باغيين من حق اون ايكيب اللي ربحت هي لا كوت ديفوار من بعد كان 23 équipes اللي ما دوراش وخصو ديك لي 23 équipes يخدموا وحنا واحدة منهم بالحق ما خصناش نساو ملي عندنا مشاكل بحال اللي قلتي حنا درنا السيليل سا با دير غتكون عندنا لا بالحق اون ايساي دو شيرشي لي ريزون باسكو ان مومون دوني نكذبو ولا ما نكذبوش عندنا مشكل في لا كوب دافريك ان افريك سبساريان اي سي لي شيف اللي كيهضروا ماشي وليد ركري ماشي باش نضحك بها بالعكس انا قبل ما نمشي كنتسع لي انا قافي 16 من ياخرين وغنجبر لا سوليسيون ماش بارطاج دونك غنتعاونو باش ان شاء الله عندنا واحده في الدار
بيان سور سنتيوها فور لو فيتور تكون عندنا دي زاكس دو طراي باش نعرفوا كيفاش فهاد لي كوب دافريكيان نكونوا كومبيتيتيف سي بور موا سي ان سيكل لوجيك فحال في اون انتربريز فحال في الكره باش نكبروا علاش حنا بلادنا ان شاء الله بغينا نكبروا الحمد لله كنشوفوا دابا المغرب كيفاش كبر في لي انفراستركتور في كلشي دابا في لا مونتاليتي خصنا نكبروا بيان سور خساره on est tous déçus on a loué les canettes là il y a le مدرب يمشي بحالو ونعاودوا ان سيكل حق المغرب بدل وانا كمدرب كانت سهله هاني نقول لكم الناس دابا كيقولوا كان قال غيمشي بحالو هي فكرت غير ملي كنت في دومي فينال كنت قلتها ما فكرتوش كنت ديوار كنت كدير خرط ملي هضرت حتى هادشي نسيتو دابا عندنا بروجي انا كنامن بهذا البروجي وبالعكس بغيت نوري ليكزامبل باسكو المغربي ملي كيطيح خصو ينوض والمغربي اللي كيطيح شكون اللي غينوضو اما عائلتو اما الوالدين ديالو ايوا سي سا لا مونتاليتي دي ماروك اللي بغيت نحكي والد طاح والد غينوض وغيوري لا نوفيل جينيراسيون اللي كطيح من المغربي ما كيوصلش وفي الخدمه ما كتمشاش ولا شي حاجه كيزيد يخدم وان شاء الله نمشي نجيب كوب دافريك باش نوريو ان شاء الله اللي واخا كطيح تقدر وهذه الروح اللي بغينا نحكيو للمغاربه وما بغيتو تبقاو بحال اللي درنا ديما بدل المدرب وحنا خصنا صافي يمشي بحالو مع ما قادرش هادي ماشي لا مونتاليتي اللي بغينا نحتو اما في الجامعه اما انا كمدرب باسكو انا انترينور كيخسر بغيتو ولا ما بغيتوش ما كاينش مدرب اللي كيربح كلشي حق ملي كيخسر كيرجع الى فرون كيخدم باش يرجع في مستوى انا تيق في راسو تيق في اللعابه ديالي باش ان شاء الله نديرو ان غون طراي بالحق مجموعين قلت له عندنا الكوب دافريك اللي جايه ولا ما عندناش لي نون ساكري ماشي ليا ليا كتعرفوني انا ديال البطوله 10 سنين كنت هنا على اللعابه خصهم يحسوا ان البلاد معاهم البلاد غيسدوهم اون فا ترافاي انصومبل غنديروا دي ماتش اميكو اللي غيكونوا مزيان غيكونوا دي ماتش اميكو ان شاء الله اللي ما غاديش يكونوا مزيان باش نتعلموا باش نكونوا موجودين في هاد لاكوب دافريك باش ان شاء الله نفرحوا كاملين لينا هنا هي هذه الكره اللي كنبغيها دغيا كيسيون اكسترا لا 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 لا